لما تكلموا عن حدود 67 يعني هذه حقيقة شيء مذهل مذهل جدا جدا. وين القضية اللي قبل 67؟ كنا نكذب على أنفسنا ونكذب على العالم. آلاف الشهداء سقطوا قبل 67 من أجل من؟ كيف تقولون أن فلسطين احتلت عام 67 وعودوا إلى حدود 67؟ هي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. زين إذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الإسرائيليين عام 48، تركوها لكم 20 سنة، لماذا لما عملتوا فيها دولة فلسطينية؟ مش كان قطاع غزة مش كان تبع مصر، والضفة الغربية مش كانت تبع الأردن؟ ما كانت بيدكم 20 سنة تركينها لكم اليهود من 48 إلى 67، ليش ما عملتوا فيها دولة إذا كانت هذه هي فلسطين؟ وما هو مبرر الحروب والتضحيات والمقاطعات الاقتصادية اللي قبل 67 ضد الإسرائيليين؟ زين ممكن الإسرائيليين الآن يرفعوا دعوة ضد العرب يطالبوا بالتعويض بالمليارات أكثر من تريليونات عن الخسائر التي لحقتهم ما بين 48 و 67. أنتم العرب اعترفتوا أن القضية بعد 67، بيقولوا لكم لماذا حاربتونا قبل 67؟ أدفعوا لنا التعويضات هيكم والمقاطعة ما يسمى بمقاطعة إسرائيل والخسائر التي لحق الاقتصادية التي لحقت بالإسرائيليين، روح العرب أدفع الثمن بتاعها، يرفعوا ضدكم دعوة يكسبوها ويقولوا نحن مظلومين وقلنا لكم نحن حمل وديع بوسط ذياب من 48 ونحن نقول هذا الكلام. والدليل على ذلك أن العرب أنفسهم اعترفوا بهذا، اعترفوا أن فلسطين احتلت عام 67 وهم يطالبوا بالعودة لحدود 67 وتنتهي المشكلة ونعترف بإسرائيل. ليش ما اعترفتوا بها قبل 67؟ لا إله إلا الله. والله شيء غير مقبول، شيء ما يصدقش العقل. تقولوا 67 وتعترفوا بإسرائيل؟ ممكن يتم احتلال جديد في عام 2008 مثلا إسرائيلي لأراضي عربية، وبعد سنين حطالبوا أنتم بالعودة إلى حدود 2008 ونعترف بإسرائيل. هذا اللي بيحصل وفقا لهذا، هذا اللي بيحصل. المفاوضات جربناها ومشينا فيها بعيدا، وكانوا اليهود يقولون اجتمعوا معنا مرة واحدة مفاوضات مباشرة حتى نحل المشكلة. هذه كانوا يقولونها في الخمسينيات والستينيات، كانوا يقولون هذا الكلام. غير اجتمعوا معنا العرب، أرجوكم غير اجلسوا معنا على طاولة واحدة بس مرة واحدة حتى انتهي المشكلة بيننا وبينكم. وشفتوا شو صار، اجتمعنا معهم 1000 مرة من اسطبل داود إلى غاية أنابوليس ولا اسمه اللي انت عامس. مش هاي المفاوضات مررنا عليها؟ اسطبل داود، أوسلو بتاعت أخونا بومازن، طبعا هو يعني بطل أوسلو، والسادات بطل اسطبل داود. و لما كانت الجزائر تقاتل كانت التبرعات علنا من المحيط للخليج تمشي للجزائر والمتطوعين ومن سوريا من هنا، والدكتور ابراهيم اخوص ومعه مجموعه ما بعرف نذكر من هذا الاسم عدوا قاتلوا ما جاب التحرير الجزائريه، ولا اعتبروا ارهابيين ولا 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 عملوا لسوريا شيء. لما كان القتال في 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 ليبيا ضد الاحتلال الايطالي، العرب يدعموا في المجاهدين الليبيين من كل مكان، واحنا العرب ما احتلينا احد. طبعا ظلم ان احتلينا الاندلس وطردونا منه، وبعدها ما احتلينا اي بلد. احنا عربيه، احنا اللي بلاد محتله، فلسطين محتله والعراق محتله. وتقولوا الجزر على ذكر الاحتلالات هذه، تقولوا الجزر هذه ليس من مصلحه العرب ان تكون في عداوه بينه وبين ايران، ولا حتى بينه وبين تركيا، ولا كل الامم هذه مش مصلحتنا ابدا ان احنا نساعد ايران علينا. اذا كان في مشكل فعلا في هذه، نقرر في هذا المؤتمر تحويل القضيه الى محكمه العدل الدوليه، وهذا هو المكان المناسب لحل اشكال مثل هذا. وقرروا رفع قضيه الجزر الاماراتيه المتنازع عليها الى محكمه العدل الدوليه،
واي حكم تصدره المحكمه يجب القبول به. مره تقولوا هذه ارض عربيه ومحتله ومره تعلم. يعني هذه حاجه شيء مش واضح. بلبله وتستغل لا شك. يعني سكان الخليج 80% منهم ايرانيين، والعائلات الحاكمه العربيه الاخرى كلها ايرانيين، الشعب كله ايراني. هذه هذه ورطه موجوده. كيف ايران ما عندكمش منها مفر؟ يعني قصدي هذا جار ولا اخ مسلم وقال اللي هو مش مصلحتنا احنا تكون ايران عدوتنا ونكون احنا عدوها. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص لقانا الامريكان يجاوبونا على هذا السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سبب له؟ بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي. اللي ضربوا نيويورك عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي ضربوا البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. في اسلحه دمار شامل عند العراق؟ ما عندها. وحتى لو عند العراق اسلحه دمار شامل، او باكستان عندها قنبله ذريه، والهند عندها قنبله ذريه، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا، ما كله عنده قنابل ذريه. كله بيدمروها؟ كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها اسلحه دمار شامل. تجي قوه اجنبيه تحتل دوله عربيه وتسمق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحك. وليش ما نحقوا في ما في شنقة صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ احنا ما نتكلم عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قياده عربيه بالكامل تقتل تشنق في المشانق ما نتفرج، لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلدي كان وزير دفاع الأمريكا لما كان يدمره في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا، قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. الاخ عمر موسى عنده فكره متحمس له وبرنامج ذكره حتى الان او ذكره في تقريره، ان العرب من حقهم ان يستخدموا الذرة لأغراض سلمية، ويجب يكون في برنامج عربي نووي. هذا من حقهم، من حقهم حتى البرنامج النووي غير ذلك، لكن الله غالب. لكن منهم منهم العرب اللي تقول لي يعملوا برنامج نووي واحد؟ منهم العرب. احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا، احنا شو كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا. احنا مخابراتنا التآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو. نحن عدو لبعضنا، وعدو العربي صديق للعربي الاخر. ويا ريت هالشد اللي استخدموا فيها وهالحديه ضد بعضنا استخدموها ضد العدو. نحن نجتمع في سوريا بلد العربي. العلاقه بين سوريا وروسيا ممكن والله ايران والى تركيا افضل ألف مره من العلاقه بين سوريا وبين جيرانها العرب. العلاقه بين ليبيا وايطاليا افضل ألف مره من العلاقه بين ليبيا ومصر ولا تونس جيراننا. هذه حالة العرب هذه.